تخافه؟ والله ليش ما اخاف؟ كلني خاف، بس لا من شفت انا الحشو وشفت انا انها فرديات كلها اخاف، ولا التفت عليها لا تسنها مثل اللي كلها تقول ابشر بسعدك. يعني ما قارنت احد، وكل ما التفت عليها وكل ما قلتها انقض اظهري والله كلها فرديات. بس الشوط غامض. نعم والله اشوفها كل ما مرت واحده لا مشكله. في المنصه طلع انت شفت؟ قبل الدخول، الحديث قبل الدخول اكيد ما في اوراق مكشوفه. لا صحيح، الشوط غامض جدا. نعم والله الحقيقه اني قلت انا يعتبر من اخطر غير وقفه وقفات، شوط المغامرات غير وقفه وقفات عند اهلها ويستاهلون. ما كلهم متهاقون على الشوط الا عند نفسيرك يا ابو تركي، ما شفتم الا في الميدان فوق 100 فرديه اللي 117 ما شفتهم الا في الميدان. 100 وكم؟ 117 اللي الفريق اللي دخلت ما شفتهم الا في الميدان. الا في الميدان والله ما لومه يوم يقول 117 فرديه اللي دخلتنا. اي والله كلهم متهاقون بكرته والله. من يوم ما شاء الله تبارك الرحمن، من يوم دخلنا الله يبارك لك وهي تنادي بعواد قلنا دوره الثاني. طبعا بالامس يعني جميع النقاد اتفقوا عليها وقالوا اللي راح تاخذ المركز الاول بكرته بالناشر وقفه. انا سمعت الجمهور كله الخليج والله الخليج انهم متصلين يباركوا قبل. اي والله الخليج يقول له ان نشوف في التلفزيون ان ما نجيب نشوف في التلفزيون وقفها الحاله الطيبه تظهر اسمها. لكن اليوم انجازين مثل ما ذكرت يا ابو تركي انه اليوم في منافسين دوليين كانوا معكم في الشوط. ابو زايد ودنا يعني يتعلق على هالموضوع اليوم، المنافسه دوليه. الرجل يقول اليوم انا ما ابيح، اليوم تمثل المملكه ويسمحون لي اهل المملكه وابيع. نعم والله النمس اضطرينا سيد مقلوبي. اي نعم اضطرينا المشارك الفرنسي. نعم وقلنا يمكن دخوله في الدق اليوم رده له، و